يا إلهي، أريد أن أبكي لكن الشيطان يمسح دموعي. أريد أن أرفع يدي لكنه يمسكها. الشيطان هددني بتمزيق إربا جسد وروح إذا ناديت اسمك، أو إذا سمعني أتكلم عن الألوهية. هذا كان عذر الدكتور فاوست لما دقت الساعة 12 بالليل هون بلندن، وأجوا الشياطين لحتى ياخدوه لجهنم. أصدقائي، كيفكم اليوم؟ بتمنى إنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. رح نتكلم عن مسرحية في غاية الروعة للكاتب والشاعر الإنجليزي كريستوفر مارلو، أشهر الشعراء الإنجليز مباشرة بعد ويليام شكسبير. في رأي على الساحة الأدبية بما معناه بيقول إنه لو ما كان يعني مارلو لما كان ويليام شكسبير. نحترم كل الآراء، ولكن أنا أمير شايف إنه هذا الرأي مبالغ فيه شوي، لأنه بالنسبة لي شكسبير is شكسبير، بل إنه في ويليام شكسبير وفي البقية، مثل ما صار بالضبط مع الأخوات برونتي. لليوم الإنجليز بيقولوا، يعني بما معناه the Bronte sisters، هم نساء كاتبات كتبنا كما لم تكتب باقي النساء. هل هذا الرأي أجا من فراغ أو من عدم؟ أكيد لا. يتكرر هذا الشيء أصدقائي معنا اليوم بين مارلو وبين ويليام شكسبير. مثل ما عودتكم رح نتكلم عن الكاتب قبل ما ندخل بالمسرحية، ولكن كمان في نقطة مهمة حبيت إنه أذكرها ببداية الفيديو لحتى تسهل علينا فهم مسرحية الدكتور فاوست، خاصة وإنه لما تبحثوا عنها راح يطلع لكم نتائج كتيرة. يعني مثلا في رواية بنفس العنوان دكتور فاوست لكاتب مختلف تماما. دكتور فاوست أصدقائي هي أسطورة، وعشان هيك كتير ناس حكوا عنها. فيديو اليوم أنا اخترت مارلو مش لأنه إنجليزي، ولكن لأنه هو أول من يعني تكلم عن هاي الأسطورة بمسرحيته عام 1588. تعرفوا زمان كان في عربات مثل عربي أدبية بتجول في شوارع أوروبا، والألمان استغربوا، قالوا يعني حتى أسطورتنا وحتى تراثنا الإنجليز أخذوا. فبدأوا إنه يعني يحيوا هاي الأسطورة عن جديد. هلأ في عنا كريستوفر مارلو اللي بيهمني تعرفوه، وفي عنا طبعا الكاتب العملاق الألماني جوته. جوته ترك إرث كتير كبير وضخم، مش بس للساحة الألمانية أو للمكتبة الألمانية، بل للمكتبة العالمية أصدقائي. فجوته كان يتكلم عن فلسفته الخاصة على لسان الدكتور فاوست. أما مارلو فيعني ضاف للأسطورة وحذف منها، ولكن يعني دون يعني المساس بالهيكل الأسطوري الفاوستي، إذا بقدر أقول هون بالعربي. في اختلاف بين الاثنين أو بين هالعملاقين، أي نعم في اختلاف، خاصة لما نحكي عن أمور المرأة والحب. هلأ هذا الشيء ذكرته لحتى بس يساعدنا إنه يعني to break it down أو نجزئ الأسطورة هاي. إذن كل اللي أجوا بعديهم لمارلو وغوته استندوا أو اقتبسوا أحداث العمل من هالعملاقين هدول. أوكي؟ طيب مين هو كريستوفر مارلو؟ أصدقائي يعني هو كاتب إنجليزي انولد عام 1564 في الجنوب الشرقي الإنجليزي في مدينة كانتربري.
ومدينة كانتربري هي مدينة مشهورة كتير، فيها كليات، فيها جامعة معروفة، وهي وجهة سياحية مهمة بإنجلترا. ولكن فيها الكاثيدرال الكبيرة، ومن هاي الكاثيدرال يعني انطلقت الدعوات للحروب الصليبية بقيادة طبعا وقتها ملك انجلترا ريتشارد، واللي فيكم راح تفكيره امير ريتشارد قلب الاسد، اي نعم. فلليوم مدينة كانتربري هي يعني مدينة مقدسة على القليلة في عيون يعني الكنيسة الانجليزية اليوم. اصدقائي، مارلو يعني في نقطة كمان، انه البعض بيقول هو ويليام شكسبير نفس الشخص، وطبعا هون بيجي الرد القوي جدا، كيف نفس الشخص؟ بيقولوا انه بعد مقتل، ورح اجي لهي النقطة هلا، هو ما مات موتة طبيعية، ولكن بعد مقتل مارلو ظهر ويليام شكسبير. طب شو السبب؟ أصدقائي، كريستوفر مارلو اللي بدي إياكم تعرفوه إنه عاشر الشارع الإنجليزي، كان يحكي مع الناس، عرف مشاكلهم وهمومهم. ويليام شكسبير كان منعزل، وعشان هيك ويليام أعماله يعني فقط تنحصر على طبقة النبلاء اللي بيقرأ أعماله فيكم، أو على الأساطير اليونانية القديمة. هذا أول سبب. ثاني سبب إنه كريستوفر مارلو حصل على شهادة الماجستير، أو درجة الماجستير أكشلي، من جامعة كامبريدج. وجامعة كامبريدج أصدقائي ميزانيتها أكبر وأضخم من ميزانية دول موجودة هلأ على الخريطة. يعني درس ماجستير، بينما ويليام شكسبير وقف عند المرحلة الثانوية. أي نعم، أبوه كان تاجر معروف كتير بلندن، ولكن هو درس ثانوية وترك. فأكيد هم مش نفس الشخص. كل اللي بنعرفه عن ويليام إنه يعني الأماكن اللي كان يرتادها، نهر التيمز لليوم فيها هلا مثل حانة أو بار، هي وجهة سياحية بس للي بيعرف هو ليش رايح. الناس بتاخد درينك، ويعني just to enjoy، إنه إحنا شربنا في نفس المكان اللي كان ويليام شكسبير يشرب البيرة تبعته فيها. أصدقائي، أثناء دراسة كريستوفر مارلو بالجامعة، مواهبه وكيف كان يتكلم مع الناس لفتت انتباه السير ويلسينغهام. وهلا رح لكم مين هو السير ويلسينغهام. بداية to start with، هو كان سفير انجلترا في فرنسا، وبعدين اصبح مسؤول عن السياسة الداخلية في البلد، بالاضافة للامور الدينية او السياسة الدينية. طبعا هذا غير انه كونه كمان مشرف على جمع استخبارات من كل اوروبا وتحديدا اسبانيا. اذا هو كان سبب رئيسي ومباشر في هزيمة الاسطول الاسباني، الاسطول اللي كانوا الاسبان بيقولوا انه لا يقهر، فطبعا امام الاسطول الانجليزي. احنا بنتكلم عن رجل دولة اصدقائي. أعجب في مواهب مارلو، وبالتالي يعني ضمه لجهاز الخدمة السرية. ولدرجة أنه لما يعني حان وقت تخرج مارلو من الجامعة، جامعة كامبريدج رفضت منحه شهادة الماجستير، وقالوا أنه هذا الطالب عنده غيابات كتيرة وغير مبررة، فما تخرج هيك لحتى اتدخل مكتب جلالة الملكة الخاص. يعني
يعني بمعنى آخر الحكومة تدخلت لحتى مارلو يتخرج بدرجة الماجستير. واللي طبعا المكتب أدان الشائعات اللي كانت ضد مارلو بأنه جاسوس وكان يروح لفرنسا كتير وكان عنده غيابات كتير، أدانوا كل هاي الشائعات وقالوا أنه كريستوفر مارلو بالفعل كان في خدمة صاحبة الجلالة. يعني بمعنى آخر هذا الرجل بهمنا أمره. اللي أكد هذا الشيء أصدقائي أنه مارلو كان عنده المال، يعني كان على عكس الطلاب الباقيين، كان يصرف، كان يقدر يجيب أكل اتسترا من هاي الأمور. فإذا اتعين في جهاز الخدمة السرية. هلأ سير ويلسنغهام أجين أمره أنه يروح على فرنسا وقال له أنه يبدو أنه في مؤامرة ضد البروتستانت الكاثوليك، إيش قاعدين بيعملوا. واللي كان يعمله أنه مثل عميل مزدوج كان يروح عند فرنسا ويقول لهم أنا بكره الكاثوليك أنا معكم، ولما يرجع على إنجلترا يعطيهم الأسماء. هلأ بيوم من الأيام بيكون كريستوفر مارلو مجتمع مع ثلاث أصدقاء أصدقائي، مع ثلاث أصدقاء، وفي حانة من حانات لندن. وباي ذا واي هدول الثلاثة بعدين بيتضح لنا إنه هم أصلاً من المخابرات السرية. و بيقوم شخص منهم وبيطعن مارلو بعينه، أتوقع عينه اليسرى كانت، وبيموت على الفور. هلأ النكتة بالموضوع أو يعني المضحك جدا خلوني أقول بالموضوع إنه أعازوا السبب، يعني أو قالوا بعدين later on إنه هو كانوا متقاتلين على مين بده يدفع الفاتورة أو مين بده يدفع الحساب. فإذا هو يعني خلاف مالي. وأنا هون مش فاهم، يعني لما يتم تصفية شخص مهم في الدولة دائما بيقولوا خلاف مالي. والمضحك بالموضوع مثل ما قلت من ثواني انه لما نيجي نشوف الشخص هاد بالفعل اخر يعني اهتماماته بيكون المال. فاذا هيك بنكون يعني خسرنا كاتب وشاعر انجليزي مع الاسف وبعمر مبكر جدا. فهل كان بالفعل مجرد شجار ام يعني اختيال سياسي؟ أصدقائي اختيال سياسي بالضبط. وخاصة انه كمان بقدر لكم اياه بهذا الفيديو، قبل مقتل مارلو بيوم واحد في رسالة بتكون وصلت لمجلس الشورى الانجليزي، وطبعا ما رح افوت معكم بالتفاصيل، ولكن من اشهر الجمل اللي معروفة بهالرسالة لليوم انه الرجل الأكثر خطورة أو actually المتكلم أو المتحدث الأكثر خطورة يجب أن يتوقف حالا. وطبعا بعدين في بعض التفاصيل كيف أنهم غيروا تاريخ الرسالة هاي. واللي قتل مارلو بعد أسبوعين من الحادثة كمان بيطلع براءة. على كل حال بتمنى انه so far اكون اعطيتكم فكرة جدا مختصرة عن مين هو كريستوفر مارلو اصدقائي. هلأ المسرحية نفسها اصدقائي، يعني دكتور فاوست مين بيكون؟ هو عالم الماني عاش بالقرن الخامس عشر. في ناس بتقول انه هي مش اسطورة، هو شخص بالفعل كان موجود واستندوا لاسمه او يعني السجلات من الكنيسة. اذا من الكنيسة وين كان مسجل، وكان محبوب من الناس اللي حواليه لانه كونه طبيب ايضا يعني كان يساعد او يعالج الفقراء مجانا. On the other hand او بالمقابل
الكنيسة كانت تكرهه لأنه كانت تقول له في أمور تقدر تعملها بالحياة، ولكن كمان في أمور حرام محرمة. إذا بين الرأيين إنه هو شخص حقيقي أو مجرد يعني أسطورة أو شخصية خيالية. فاوست أصدقائي إذا أجين بيكون عالم وبيكون يعني مل من قيود المعرفة، فبيقرر إنه بده يعني يفتح أبواب جديدة للمعرفة، بده يوصل لأماكن غيره ما وصلها، فبيبدأ بتعلم السحر ويعني الشعوذات من بعض الكتب. وفي ليلة من الليالي بيخرج له ميفستوفيليس. ميفستوفيليس أول ما يشوفه فاوست طبعا بيخاف، بيشوف الوجه الحقيقي للشيطان أو للجحيم إذا بدكم، وبيقول له يعني بمعنى اذهب روح وارجع لي بشكل أو على هيئة راهب لحتى أقدر أطلع في وجهك، أوكي؟ وهذا اللي بيصير أصدقائي. هلأ فاوست بيطلب من ميفستوفيليس إنه يتكلم مع لوسيفا. لوسيفا ترجمتها باللغة العربية إبليس، فبيقول له احكي لي مع إبليس أنت يا ميفستوفيليس لحتى أعمل معه عقد، وبدي يعطيني قوة غير محدودة. فبعد فترة ميفستوفيليس بيرجع لفاوست وبقول له لوسيفر وافق على العرض انك انت بدك تمنحه جسدك وروحك مقابل قوة غير محدودة لمدة 24 سنة أصدقائي. والعقد هاد لازم انه يوقعه او يمضي بالدم. وهون المحللين والنقاد كتير حكوا عن هاي النقطة أصدقائي، لأنه يعني قالوا أنه هل يعقل أو كيف يعني مثلا السيد المسيح لما صلب والدم سال من جبينه لحتى يخفف ويهون على الناس وعلى البشرية آلامهم وعذابهم، فهل هذا نفس الدم اللي فاوست وقع فيه العقد أو يعني جرح نفسه لحتى يوقع اتفاقية مع مين؟ مع الشيطان؟ أكيد لا. والمأساة هاي أو الآيروني أصدقائي رح أذكركم فيها بنهاية الفيديو، نهاية المسرحية، لأنه لما خلص فاوست اتأكد انه رايح على الجحيم على مثواه الأخير، قال لو قطرة من دم المسيح تساعدني باللي أنا فيه، لأنه هو كان بينتظر وصول الشياطين الساعة 12. إذا العمل عميق جدا أصدقائي. هلأ أوكي يعني عامة الشعب أو ال خلوني أقول هون يعني الناس الأقل ذكاء، الناس الأقل ذكاء عامة الشعب، حسيت حالي اشتراكي وأنا بقول اشتراكي وأنا بقول عامة الشعب، انسوا هاي. الناس الأقل ذكاء كمان أعجبت بالمسرحية، إذا يعني لاقت نجاح كتير باهر. ليش؟ لأنه هم أصلا بعيد عن هاي الأمور المعقدة بالدين والفلسفة، هم كانوا مبسوطين على الكوميديا، مثل أعمال ويليام شكسبير اللي فيها كتير كوميديا. يعني مثلا الحصان لما نزل ولمس الماء في البحيرة تحول إلى قومة قش، عندما لمس البحيرة تحول لقومة أش يا القش، فكانوا يضحكوا على الـ الأمور الكوميدية في المسرحية. إذن هي وصلت لكل طبقات المجتمع الإنجليزي وقتها أصدقائي،
وطبعا يقال انه الشياطين بالفعل خرجت او طلعت من المسرح، ما بهمني هاي التفاصيل. شوف احنا بنحكي عن كم سنة بالماضي، فما بهمني، ولكن اذا انتم بتقدروا يعني تحبوا ترجعوا لها. هلا اذا هون في نقطة كمان كتير عجبتني في العمل، انه دم الدكتور فاوست بيتخثر وبالتالي ما بيقدر يجرح نفسه، وهون بتكون يعني آخر فرصة له، إنه مثل ويك اب كول، إنه استيقظ أنت إيش عاد بتعمل. ولكن بيصر يعني يبدو بيجيب شمعة أو بيسخن عروقه أو دمه، وبالنهاية بيوقع العقد مع إبليس أصدقائي، أهب روحي إلى أمير الشرق، the prince of the east، على اساس انه ما يعني يصير عمر الفيديو كتير طويل عليكم، ما راح ادخل في البنود تبعون العقد او بدايته. ولكن اللي بقدر لكم اياه على السريع، انه مثلا يكون فاوست عنده اذا قدره غير محدوده، ميفستوفيلس يكون خادمه المطيع ويكون غير مرئي، وحتى فاوست في بعض الأوقات أو بعض الأحيان هو نفسه كمان بيكون غير مرئي. إذا هدول أهم بندين أتوقع بالعقد. ولآخر لحظة يعني كان في شخصيتين، هم ملاكين أصدقائي على كتف الدكتور فاوست. الأول بيقول له اترك كتب الشيطان واقرأ فقط يعني الكتاب المقدس. اما الثاني بيقول له يعني بما معناه انت بدك تستفيد او لا، ما انت خلص يعني هيك هيك ملعون اصبحت. وهدول الشخصيتين او الملكين اصدقائي اجين يعني بيصوروا يعني ال 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 الاراده المنقسمه، الاراده المنقسمه او الضمير المنقسم لشخصيه فاوست. بعد توقيع العقد إذا قلنا ميفستوفيليس بيكون على شكل راهب دائما جنب دكتور فاوست، فبيقول له أنا بدي أشوف كل الكواكب وبدي أفهم الفلك وبدي أروح لبعيد، فبيقول له هذا الكتاب اللي طلبته. بعدين بيطلب منه مثلا أنا بدي أفهم كل النباتات بهالكون والأعشاب، كونه كان دكتور طبعا درس الدين واللاهوت والفيزياء والرياضيات، أوكي؟ فبيقول له هذا الكتاب للنباتات، بيقول له هذا الكتاب الشعوذات اللي فيه أو الأسطر اللي فيه لجلب المال أو جلب تحديدا الذهب الجولد واتسترا اتسترا من المواضيع. ولكن سؤال واحد أصدقائي ميفستوفيليس بيرفض أنه يجاوب الدكتور فاوست عليه، اللي هو من خلق الكون، يا من خلق الكون ومين اللي خلق الكون؟ ما بيقدر يجاوبوا على هذا السؤال. أصدقائي العمل رائع جدا، بتحبوا تشوفوا المسرحية شوفوها، بتحبوا تقرأوا يعني المسرحية تقرأوها reading I don't care، ما بهمني، ولكن ارجعوا للعمل أرجوكم. طبعا هاي الرسالة للي لسه ما زال معي بالفيديو لهلا. فإذا ما بيجاوبوا على هذا السؤال، و اوكي دكتور فاوست بيطلب منه انا بدي زوجة، اوكي انا هلا بدي تجيب لي زوجة جميلة لانه انا رجل وعندي شهوة بدي افرغها. وهون يعني بيكون جدا جدا غضبة، يعني بيكون مقهور كتير، وبيقول له ليش تتزوج وانت اصلا ما بتقدر تتزوج، لانه كل نساء الكون هم ملك لابليس. وهون كمان في كتير تحليل عليها او اراء بين ضد وبين نعم، بين ضد وبين مع هالجملة هاي، اوكي. فاذا ليش بدك تتزوج؟ وبيتعهد له ميفستوفيليس انه
كل صباح رح يلاقي أول ما يفتح عيونه جميلة من جميلات الأرض نايمة جنبه وبتناقشه في الكتب والمواضيع اللي هو بحبها واللي هو بيهواها. أما زواج لا. أوكي؟ كمان هون شايفين يعني الدين دخل في الرواية. طب ليش؟ أوكي؟ فاوست بيصير عنده قوة أصدقائي، يعني مثلا بيسافر لروما وبيزور بلاط البابا وبيجعل من نفسه غير مرئي، ويعني بيقوم بالأعمال اللي ما بيقدر يعملها بالحالة الطبيعية لما إحنا نشوفه، مثل يعني شدان البابا في الفاتيكان وسرقة الطعام الأكل اللي كان قدامه. كان في أحد الفرسان، طبعاً بيبدأ فاوست أصدقائي هون إنه يجول ويسافر في كل المدن الأوروبية وبيوصل لناس يعني مشهورين وواصلين كتير بالدول اللي زارها. بعض أحد الفرسان اللي كنت بقوله إنه يعني بيسخر أو بيستقل قوة فاوست، فبيجعل منه يعني أو actually بيخلي قرون براسه، يا القرن جمع قرن بيخليه براسه، وبالتالي كل الفرسان مع الملك تبعهم يعني بيضحكوا عليه. بيزور كمان الدوق والدوقة، والدوقة على ما يبدو بتطلب منه العنب، ولكن الدوق بيقولها يعني مثلا هذا ليس موسم العنب، ولكن على الفور دكتور فاوست بيجيب لها يعني صحن او طبق من العنب والفاكهه، وبيقول لهم انه حتى لو مش موسمه هلا انا ارسلت روحي للهند وجابت لكم يعني مثلا هالعنب هذا. اذا كثير من المواقف المضحكه والرسائل في هال 24 عام. وهون اصدقائي اللي بيتابعني من زمان بهاي القناة، أنا بتقصد إنه إذا ملاحظين بتكلم عن الكاتب أو بداية الفيديوهات بتكون يعني أطول من شرح العمل نفسه، فقط لحتى أعطيكم حب فضول إنكم تقرأوا الأعمال اللي برفعها بهالقناة. صدقوني ما حكيت لهلأ جزء صغير من أسطورة، أو actually اسمها أسطورة مأساة الدكتور فاوست، لأنه كتير كتير من الأحداث حصلت. أوكي؟ فإذا بعد هاي الأعوام كلها لما تنتهي بيعترف الدكتور فاوست للمحيط تبعه، لأصدقائه، للعلماء، وبقول لهم أنا تعاقدت مع الشيطان والليلة هاي هي آخر ليلة إلي. ولما يشوف إنه يعني في أسئلة، انتبهوا أصدقائي، في أسئلة حتى ميفيستوفيليس وحتى لوسيفر اللي هو طبعاً له أسماء كثيرة، أمير الشياطين، أمير العالم السفلي، ملك الشياطين، ما بهمنا، ولكن الاثنين ما قدروا يجاوبوه. فطيب أنا ليش تعاقدت معك؟ أنا بدي أمور أفهمها. فبحس بندم شديد، والعلماء بيقولوا له إحنا ما بنقدر نساعدك يا فاوست، It's too late، هلأ فات الأوان، كل اللي بنقدر نعمل لك اياه انه احنا رح نتركك ونصلي لك، هذا اللي بنقدر نعمله، ندعي لك، وانت لازم يعني تواجه مصيرك لحالك بنفسك بروحك. ف الساعه 12 بالليل اصدقائي اللي بيصير انه هون بدي اياكم لما تقراوا العمل تنتبهوا للكلام اللي قاله، يعني في غاية الروعة.
وخلوني اعترف لكم كمان بهالفيديو هذا ما كان في حبل افكاري كيف ماشي وعم بسجل، ولكن لو اللغه العربيه تسعفني لكان قلت لكم اياه بشكل جميل جدا، ولكن مع الاسف. المهم سواء يعني رجعت للعمل باللغه العربيه او الانجليزيه، اخر اسطر كيف هو كان يتكلم مع نفسه وايش اللي عمله بحياته اتوقع رح يعجبكم كتير. بالنهايه بتيجي الشياطين ومثل ما قلت لكم بدايه الفيديو وتاخذه لجهنم. اصدقائي بنهايه هالفيديو بتمنى انه ما اكون نسيت اي نقطه مهمه، وعلشان هيك دائما بذكركم قسم التعليقات موجود لاسئلتكم. اللي مهتم بمحتوى هالحلقه هاي او هالفيديو هاد عن مأساة الدكتور فاوست بليز اتركوا لي سؤالكم وان شاء الله راح اجاوب عليه ASAP. شكرا لمتابعتكم الدائمه والى اللقاء.